السلام عليكم، اسمي عبد الله، أخصائي جراحة المسالك البولية والتناسلية من موريتانيا. أحببت أن أطور خبرتي في عمليات جراحة المناظير أو ما يعرف بالإندورولوجي، وبعد بحث دقيق اخترت مستشفى World Endourology Training Institute، وقمت بالتواصل مع الدكتور أتول مدير هذا المركز، حيث أوضح لي أن التدريب سيكون عملي بحث على الحالات، وبالتالي قررت الالتحاق بدبلومة الاندورولوجي في هذا المركز. وخلال فترة تدريبي مع الدكتور أتول قمت بالعديد من عمليات استئصال البروستاتا بالمنظار، واستخراج حصوات الكلى والحالب بالمنظار، وعلاج تضيق الحالب والإحليل بالمنظار. هذا المركز من المراكز القليلة إن لم يكن الوحيد الذي يقدم التدريب الفعلي على الحالات، وبالتالي أنصح كل من يود تدريب أو زيادة خبرته في عمليات المناظر التوجه إلى هذا المركز.